شايف على المسؤولية وشايف الناس كله مسؤول، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كل واحد عارف بيأدي ايه. لكن يوم حلو، يوم حلو ويوم جميل ويوم تاريخ، يوم هنتكلم عليه بفخر في الفترة الجاية، يوم بيؤكد ان اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي قادرين يكتبوا مستقبلهم بالطريقة اللي هم شايفينها. هم شافوا ان اللائحة الاسترشادية ما تليقش بالنادي الاهلي، بعيدا عن انها لائحة كويسة او فيها عوار ما فيهاش عوار.